رجعنا لكم من جديد مشاهدينا مكملين في فقراتنا ومحطاتنا وخدماتنا الصباحية. نجدد التحية لكل من انضم والتحق بنا في هذا الصباح، كل متتبعي قناة سي بي سي بن وقناة الشروق العامة. صباحنا فني بامتياز بحضور فنان مختص في الشعر الشعبي يوسف، أقول طاهر شاهد. يوسف خلطي راح تلقاوه بعد هذه المحطة الفنية. مرحبا بك طاهر شاهد. الله يبارك فيك، يعطيك الصحة، نورتنا بحضورك وإطلالتك. الله ينورك، يعطيك الصحة. لما يعرف طاهر خلينا نتعرفوا عليه عن قرب وبدايتك مع فن الشعر، الشعر الشعبي. صباح الخير. البداية تاعي أنا شخص إنسان عادي. الشعر هذا بداني في سنوات التسعينات. الله يبارك. يعني وقت العشرية السوداء. في العشرية السوداء هذيك هي السبة اللي بديت نكتب. بدأ في التسعينات، من بعد كنت نكتب ليا ومازالني لحد الآن نكتب غير ليا برك. إذا نكتب في كاع المجالات. يعني البداية كانت بداية مع المعاناة. بدأت في التسعينات مع المعاناة، نعم، في العشرية السوداء. نقدر نقولوا أنه الظروف اللي يعيشها الإنسان تأثر عليه كفنان وتأثر على الأعمال اللي يقدمها؟ نعم، الظروف تلعب دور كبير. باسكو أنا الظروف هذه اللي خرجتني خلتني نكتب. نكتب، كتبت بزاف قصائد. بون نكتب واش نحس، واش نعيش اليوميات تاعي. دي فوا نكون نمشي هكذا نسمع واحد يهضر في كاش سوجي ولا نكتب. كاين بون عندي دي زامي هكذا شافوا واش نكتب شغل حارو، باسكو ما نبينش انا كي نكتب نخبيهم. لكن اكيد انك مسيرتك والمحطات اللي عشتها في حياتك منذ التسعينات بينت كل القدرات اللي عندك بمختلف مراحلها. الحمد لله. خلينا نتحدثوا على ابرز المحطات اللي عشتها من التسعينات منذ حكايتك مع القلم لحد الساعة. أبرز المحطات. أبرز المحطات اللي عشتهم، ما يخفالكش باللي سنوات العشرية السوداء كانت صعيبة بزاف. عشنا في القلق، عشنا في كذا. المحطات ما مهرجانات كنت تدير ندوات؟ لا لا لا، ما درت والو خويا. أنا كنت نكتب ليا. أنا اليوم جيت بحبيت نسمع واش راني نكتب للناس. يعني ما تقوليش أول مرة راك راح تخرج للعلن. أول مرة راح نخرج للعلن. وراح يتعرفوا على الكتابة والقلم. عندي بتاع. أول خطرة راح نخرج، واحد ما على باله. يلا بسم الله، خلينا نسمعوا حاجة من إمضائك. كتبت بزاف، يعني جبت عينة باش تقراوها. تفضل. كتبت هذه يا خويا على الحرقة. الحراقة هذو لم يخرجوا. كي شغل نصيحة حبيت نمد لهم نصيحة نقدمها عبر قناة الشروق. أوكي تفضل. شوفوا اليوم شباب مسكين في الفلوكة راهم هاربين. عن بالهم باللي راهم سالكين. يا ربي اهديهم ان شاء الله امين. كبدت الميمه شحال تكوات، راح وليدها مات في السكات. حنا نطلبوا ليهم ثبات، ربي ينجحهم في هاد الحياه. يا ولادنا راكم غالطين، نتحاسبوا نتوما اليوم الدين. في عمركم راكم سامحين، قولوا وين راكم رايحين. الحرقه عمرها ما كانت حل، تتغرب ما هو سهل. بابك عليك راهو هابل. نغلط ما كانش تغلط ما كان فيها ما كان فينا اللي كامل. ريح خدم في بلادك، هنا راهي تنادي حياتك. عيش وتمتع بشبابك، خير ما تصبح وتوليها لك. قال يا كني الحوت ولا الدود، المشكل اليوم اصبح مفقود. راح مشى في طريق مسدود، واليوم تمحى كامل من وجود. خسرت حياتك في ليلة ونهار، قلب لمي ما كان صبار. خسرت بلاستيك في ديك الدار، يا ربي ارحم كون ستار. في الاخر نطلب تخدم عقلك، اتهلا في والديك ومستقبلك. خير ما تولي معاهم هالك، طريق هذاك راك على بالك. برافو عليك، برافو عليك طاهر شاهد. هذه نصيحة للشباب نقدمها لكل الشباب من خلال برنامج صباح الشروق. وصارت الحرقة من المواضيع الاجتماعية الهالكة لشبابنا. حديث ساعة. صح. بالنسبة لك أنت ما خممتش أنك تخرج من هذا الدائرة اللي راك خلقها لنفسك وتمتع الجمهور من خلال كتاباتك؟ والله حبيت نخرج، ما لقيتش، ما على بالي شوين ما لقيتش اليد المساعدة. ما حاولش تتواصل مع مغنيين فنانين؟ ما حاولش نتواصل، لأنه مثل هذا النوع من الأشعار تغنى. صح. عندي بزاف كاع الميادين راني نكتب، صورتو نكتب على الوالدين، نكتب على المال، نكتب على الفقر الناس، نكتب على حوايج بزاف. شحال راك تجمع من قصيده من غايه بدايتك، من بدايتك؟ ما نقدرش نعرف، ما نقدرش نعرف، ما نقدرش نعرف بزاف. نكتب كي نكون نحس هكذا راني نكتب. كيما درك هذا الاسبوع راني كاتب سته في الاسبوع هذا، باسكو
دي فوا نكتب كي نكون زعفان ودي فوا نكتب كي نكون فرحان بزاف كي يصرى لي كاش حدث هكذا. وكي تكون زعفان تعبر على الحزن يكون فيك. كي يكون زعفان نكتب خير. يعني يعني كل القصائد انت وعك هي من الواقع. من الواقع. حالات عشتها انت. يومياتي ولا يوميات واحد اخر وكي نعيش هذاك يجيني الكتيبه تجيني وحدها. في نظرك شكون هو الجمهور اللي يستمتع بهذا النوع من الشعر؟ والله يا اخي عنده جمهور. الجمهور تاعنا عنده بزاف اذواق. الجمهور اللي يسمع هذا ما على باليش. انا نكتب في كاع الميادين، نكتب حتى في الشعر الملحون، نكتب على العشق والغرام، نكتب على الوالدين، نكتب على الدنيا، نكتب في حوايج. برافو عليكم. ما حاولش تتقرب من قناه الشروق وتنضم للبرنامج اللي يهتم بالشعراء؟ لماذا لا؟ تابعت ولا لا؟ لماذا لا؟ نتبع الشروق، انا من المتابعين الاوفياء للشروق. لماذا لا؟ علاش كون نلقى ركن ولا نجي ندير معكم خويا. وطاهر شاهد اثبت حبه لقناة الشروق من خلال كتابته القصيدة. أنا كتبت الشروق. نعم كتبت. سمعنا شيء؟ نسمعك خويا شوية معليش. إذا كل أشخاص اللي عندهم موهبة في مختلف المجالات، أبواب برنامج صباح الشروق مفتوحة للجميع. بسم الله. ويمكن لكم التواصل معنا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. اليوم راه متواصل معنا طاهر شاهد اللي حضر لي برنامج صباح الشروق باش يمتعنا بموهبته وحضوره وإطلالته واللي تعتبر أول إشراقة ليه في هذا العالم من خلال برنامج صباح الشروق. تفضل. الشروق هو مجمع كبير يحبوه الكبير والصغير، يجيب المعلومة يلو في البير، ماشي مجاملة غير للتذكير. فيه شباب قارين وضراف والله ما دخلوا ليه بالكتاف، كي نشوفوا يروح عليه الزعاف والبرامج ديالو بزاف خفاف. بلا ما ننسى سي فضيل اللي قايم ودار ليهم تاويل، واقف مع الكل والقليل، يخدم بلا القال والقيل. والله غير نحبكم من قلبي وراه شاهد علي يا ربي، انتوما اللي نورتوا دربي خليتو نطلع ما كان مخبي. انا والله ماني شاعر نهدر ونقول وش راه صاير، نتمنى السلاك والهنا لدزاير اللي منها الكل راه غاير. دزاير واقفه بهاد الشباب غير حلوا ليهم الباب، نهدر من قلبي يا الحباب نحيو عليهم هاد العذاب. في الاخر نشكر القناه ديالي اللي معلق عليها امالي، كي نشوفها والله يرتاح بالي، تبرى ناري ويزولها بالي. عندي بزاف افكار في راسي، هذا كاع نابع من احساسي، انا بزاف كنت نقاسي وبكم راح نرفع راسي. نتمنى لكم المزيد من النجاح باه كل واحد يولي مرتاح، واللي غلط ان شاء الله سماح بلا ما نحضر وندير التبراح. هكذا راح تقوم الفرح وتزيد تزول علينا القراح. في الاخر نشكر مجمع الشروق ان شاء الله يكون ديما الفوق. انا راني انسان محبوب ديما نصفي بين القلوب، نروح بالعقل ماني مزروب، وربي ديما منور لي الدروب. ربي ينور دروبك. الله ينورك ان شاء الله، ينور كاع طريق الجزائريين. حبينا بساطتك وحبينا هذه الإطلالة المتميزة، وكما ذكرت أنت أن مجمع الشروق هو المجمع اللي قدم خدماته لكل العائلات الجزائرية بدون استثناء. بدون استثناء. تحية لكل كوادر القناة والمجمع، كل الصحفيين الإعلاميين. تحية خاصة لقادة عمار أيضا زميلنا الناشط. تحية لزميلي. وأنت ذكرت أن مجمع الشروق يعطي المعلومة قبل كل الآخرين، وقادة عمار اللي عودكم أنه يعطيكم كل المعلومات وتكون عندها أسبقية من خلال برنامجه وأطلالته. قادة بن عمار اللي في كل مرة يعمر مجمع الشروق بكل ما لديه من بصمة وإمضاء خاص. عنده بصمة خاصة. وبصمتك اليوم كانت بارزة معنا في برنامج صباح الشروق. نتمنى لك التوفيق طاهر شاهد. الله ينورك يعطيك الصحة. وأكيد أنهم كلهم شاهدين على حضورك اليوم وشاهدين على إبداعك، وإن شاء الله نتمنى لك المزيد من النجاحات. عندك مشاريع راك مبرمجها ولا لا؟ بون يا اخي انا راني نكتب، انا بونانسنو ديم راني نكتب، نتمنى واحد يمد لي يد المساعده باش نتعامل معاه، ولا اي واحد يكون في الدومان هذا ان شاء الله. باسكو انا عندي افكار بزاف في راسي، عندي لا. مشاريع كبار اكيد. وكان نلقى يد المساعده اكيد رم اللي مختصين ما منعاونهم، ما يحبوا هكذا اللي يديروا اغاني ولا نقدر نعاونهم. اكيد انه صوتك وصل لكل هذا الفنانين المبدعين، وصل قلوبنا احنا ثاني كمجمع الشروق. شكرا لك. يعطيكم الصحه. يعطيكم الصحه.
مشاهدين رايحين إلى محطة أخرى نتعرفوا من خلالها عن آخر ما هو تكنولوجيا حديثة بحضور زميلتنا هبة، لكن قبل ذلك سنستعرض مع بعض سؤال حلقة الذي طرح عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونتعرفوا على الإجابات اللي جاتنا من مختلف مشاهدينا عبر العديد والكثير من المناطق. يلا تفضلوا.